انا يزيد الحميدي، حضرت تدريب المدربين مع الدكتور محمد العامري. بصراحه اثر التدريب شيء جميل، تعلمنا واستفدنا من كيف نكون مؤثرين وحريصين نوصل المعلومه، بالاضافه اننا نفتقد بعض الامور وفي توجيهها، في معرفتها، في تعلمها. تعلمنا اشياء كثيره على المستوى العاطفي، على المستوى النفسي، على المستوى حتى على مستوى العلاقات وكيف تواجه الجمهور. ومع الدكتور محمد الحلال العامري اتوقع في كميه الفائده شيء ثاني. والله يوفقك.